صباح الخير متابعينا، مرحبا بكم. احنا اليوم في مدخل السوق اليومي بمدينة الحمامات، وكالعادة رصد لأسعار الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك. ندخلوا نشوفوا جولتنا، إذا شوفوا جولتنا في السوق اليومية بمدينة الحمامات، ونبدأ ببعض أسعار بعض الغلال. أسعار بعض الغلال: برتقال حلو 18 100، مالتي 15 100، قارص 15 100، وهذا زنباع 2000. كيما نشوفوا السوق اليوم ما فماش لا خضر لا حد شيء. هنا في سوق الحمامات هما زوز نصب ما فماش اليوم، ما نعرفش علاش، لكن ما فماش. اذا ما فماش خضره اليوم في مارشي الحمامات كيما تشوفوا، مسكره اليوم ما فماش، ما نعرفش علاش. مازلنا العشرة ونص ما فماش خضر. نواصلوا اذا جولتنا باش نشوفوا، نمشيو مباشره باش نشوفوا اسعار بعض اللحوم البيضاء. شوفوا اسعار لحوم البيضاء صحيح، باش نشوفوا اسوام بعض اللحوم البيضاء. دونك هاي الاسوام، نجيو نشوفوا بعض الاسوام بالتفصيل. فما هنا خضان 8500، جوان حدان 6000، خض الدجاج 9800، اسكالوب دجاج 14500، اسكالوب داند 11730، ودجاج 7360. نكملوا بقية جولتنا قبل ما نشوفوا اللحوم الحمراء. نشوفوا الأسماك: سردينة 5000، شوفوا أسوام بعض الأسماك. صباح خير وش يجي كالعادة. كالعادة صباح خير، تولي تعطينا الأسوام اليوم. اليوم سردينة 5000، وراتا جويدة 7000، وراتا مربية 17800، سكمري 13800، وراتا بحرية وقاروص 24800، الكوربو 24800، قاروص بحر 48600، وسرة 29800، 29800، وشوفريت 28800. حبينا نعرف علاش ما فماش خضروات اليوم في السوق. لا صباح مسكر، ما فهمتش علاش الولاد ما جاش. فهمتك، اي اليوم برك بالطبيعه. باهي نكملوا جولتنا في السوق. نكملوا جولتنا في السوق باش نشوفوا. صباح الخير، تعطينا ما نعرفش عندك فكره على انت مولا، تعطينا فكره على الاسوان ولا نشوفه مع صاحب المحل. نشوفوا فكرة على الأحوان نتاع اللحوم أو المجزرة نتاع اللحوم. باش يجي مولا المحل باش يعطينا الأسماء. صباح الخير، على السلامة. كالعادة تعطينا فكرة على اليوم الأسوام. عندك العلو طلعت هبطت 9، العلو كان 29500، الهبرة 29500، الجنب 19000. أيوة، وعندنا رقبة 25 كالعادة. فهمتك، هاي الأسوام لهنا ما عرفتش، مش محاينة، مش نعرفوا بلاكة جديدة. فهمتك، مش مشكل. دونك هذوما الأسوام اللي كنت تقرانا يعطيك الصحة، بارك الله فيك. عايش نشوفوا، إذا هذه كانت فكرة على بعض الأسعار بالسوق اليومي بالحمامات. قداش القارس؟ لا محلو مش قارس. ليم قداش ليم؟ 5000 ونص، ربي يعين.
كانت هذه معناتها جولة في سوق الحمامات. فما بعض حاجات أخرى مش خضر وغلال، ولكن تو قرب شهر رمضان ممكن بعض نفاحات هكا وعظم عربي وكل. شكرا متابعينا، إلى اللقاء الأسبوع القادم.